حضرتك ضربت مثال بالغرب، وان الغرب بيتقبل الاخر وعنده الثقافه دي، ثقافه موجوده في البيوت وموجوده في المجتمعات وموجوده في العمل وموجوده في كل مكان. لكن احنا لو رجعنا شويه بالزمن لورا، لا الثقافه دي ما كانتش موجوده في طبعًا الغرب طبعًا خالص، والا نهائي. هم اللي قاموا طبعًا باكبر متعصبين ومتفرقين، ولو جيت مدن بحالها بالظبط، والاضطهاد العنصري عندهم بين البيض والسود. بس الموضوع ده وصلوا له بسن القوانين. بعض التاني هيقول لك يا دكتور عبد الاحتياج الانساني بالظبط، هل سن القوانين هو اللي بيجيب ثقافه القبول للتاني؟ هل عشان دول اوروبا هي حطت قوانين تجرم النظر للسود ان هم مثلا اقل منهم في الدرجه العرقيه، او انه مثلا ان المفروض ما تتكلمش مع اللي قدامك سواء بيدين بدين ايه او شكله عامل ازاي، او حتى الشكل الانسان اللي اختاره في حياته شكله عامل ازاي، عشان كده وصلوا للمرحلة دي؟ طب ما احنا لو جينا نبص من البداية، لان الاسلام هو اللي حط ده كشريعة مش كقانون. فهل السلطة الاجتماعية ممكن نقول انها اعلى في مسألة قبول الاخر، ولا السلطة القانونية هي اللي المفروض بتوصل بينا لمرحلة اننا نقبل الاخر؟ يعني في البداية خلينا نقول ان كل ده بيخدم على نفس المعنى، ولكن يعني لما نبص عندنا مثلا في مصر او الدول العربية، فالسلطة القانونية ما بتخدمش على قبول الاخر نهائي او قضية المساواة. فبالتالي نقدر نقول ان مصر وغيرها الموقف بالنسبة لها بقى ايه؟ من امن العقوبة اساء الادب. يعني بل بالعكس، ده احنا عندنا الاعلام بيوجه العقل الجمعي بشكل خاطئ نهائي، لدرجة ان احنا في وقت من الاوقات بعد ما يعني مصر العقل الجمعي بتاعها الاصل فيه كثقافة مصرية هي قبول الاخر والاندماج الشديد. عندنا اهل النوبة، اهل الصعيد، اهل وجه بحري، سينا، اهلنا في بعض المدن الريفية، كل دوت كان طول عمرنا بنتعامل بمنتهى القبول. البنت من الريف وتروح تتجوز في المدينة عادي، يقولوا دي أصلا من الغربية بس يعني عاشت في اسكندرية، البنت اسكندرية اتقدم لها حد من كفر الشيخ فتروح وتعيش وتتعايش وكأنها بنت الريف. فيعني الثقافة دي هي ثقافة الشعب المصري، ولكن الجديد علينا أن يحصل توجيه للعقل الجمعي بشكل فيه عدم قبول للآخر، بل بالعكس إيذاء الآخر، العنف ضده. لما يطلع مفتي يقول اقتلوهم، دول ريحتهم كذا، دول بيعملوا كذا، دول ودول، ويحرض على قتل الآلاف، وبالفعل يحصل قتل الآلاف. ولم يعني مش هنقول ان اللي فعلا اللي أذى فصيل كبير جدا جدا في مصر الجيش والشرطة وقتها فقط، لا، اللي أذاهم برضو الشعب اللي وجه عنده عدم قبول للخاطئ وتقبل قتل وإسالة الدم، اللي هي بالنسبة للمصريين خط أحمر. يعني اللاوعي بتاعنا كان مختلف تماما، لا يقبل العنف ضد المرأة، العنف ضد الطفل، إراقة الدماء. بالنسبة لنا الموت له مهابة، نقف عنده خطوة تنظيم مهما كان. حتى يعني نفتكر دايما الشعب المصري جملة مشهورة، ما يجس عليه غير الرحمة، حتى لو كان بينه وبين جاره وبين قريبه مطارق الحداد زي ما بيقولوا. فدي ثقافة قبول الآخر. الثقافة دي امتى اتغيرت؟ لما الإعلام وجهها، لما النظام السياسي تحكم في مفاصل الدولة ومنها القضاء والإعلام والتعليم، فبدأ يوجه التعليم. الأطفال لما يروحوا المدارس ويقرأوا تاريخ مزيف، تاريخ خاطئ غصب عنه، ده طفل مع الوقت هو كده. احنا تربينا في مصر على ان الفلسطينيين دول باعوا أرضهم والفلسطينيين دول خونة. لما كبرنا وبدأنا نقرأ وناخد من مصادر مختلفة ونتعامل مع الشعب الفلسطيني، وطلع وسائل الإعلام المختلفة من السوشيال ميديا وغيرها، فبالتالي بدأ مصادر التلقي تبقى مختلفة، بدأت وجهات نظرنا تختلف. صحيح. بدأنا نقول لا يا جماعة، الناس دي اتعمل فيهم حروب إبادة، زي حروب الإبادة اللي حصلت لنود الحمر في أمريكا، والأوروبيين اللي احتلوا بلد تانية محتلة إلى الآن. الثورة الفرنسية اللي احنا قلنا إن من أهدافها كان العدل والحرية والمساواة، وهل من العدل والحرية والمساواة أنها تحتل دولة زي مصر مثلا وتبيد جزء من أهلها؟ الثورة الفرنسية نفسها أبادت مدن بأكملها علشان كانوا إيه مختلفين معايا في الفكر.